سيدة السادة الوزراء في بداية أشغال المجلس الحكومي لابد لنا من التنويه بالتأهيل التاريخي لمنتخبنا الوطني لدوري ربع النهائي لكأس العالم 2022 كأول فريق عربي ورابع بلد إفريقي لكي يوصل هذه المرحلة المتقدمة من المنافسة نتمنى أن تتوالى انتصارات المنتخب المغربي الذي رفع علم بلادنا عاليا وأظهر للعالم باسره مدى الوحده واللحمه القويه للمغاربه وجلاله ملك نصره الله وحفظه كما احيي بحراره الجمهور المغربي على الروح الوطنيه والتعبئه والمسانده المعهوده فيه ونجدد الشكر باسم كل اعضاء الحكومه للطاقم التقني ولمسيري واطر الجامعه الذين واكبوا لاعبي المنتخب ليبصموا على مسار رائع رفع راس المغاربه. سيدات الساده الوزراء توفقنا يوم فاتح ديسمبر 2022 ولله الحمد في تعميم التغطيه الصحيه وفقا للاجنده الملكيه. وابتداء من هذا التاريخ صار بامكان 4 ملايين اسره مغربيه الاستفاده من مزايا التامين الاجباري الاساسي عن المرض مع احتفاظ بمكتسبات غاميت ونتابع داخل الحكومه عن كتب وبتنسيق مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التفعيل الميداني للوش الذي يمر في ظروف جيدة حيث أصبح بإمكان هذه الأسر بعدما تكفلت الدولة بآداء اشتراكاتهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الاستمرار في الولوش إلى الخدمات التي يقدمها لهم المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة كما صار بامكانهم الحصول على التعويض عن نفقات الادويه والعلاجات في حاله لجوئهم للقطاع الخاص وفق النسب والمصادر المعمول بها شانهم شان العاملين في القطاع العام والخاص واجتهدنا طوال هذه السنه لتصور اصلاح شامل للمنظومه الصحيه الوطنيه حتى تكون قادره على مواكبه الورش الملكي لتعميم الحمايه الاجتماعيه وفي ظرف وجيز وفي جو من التوافق والانسجام وبحس وطني عالي وفعاليه ملموسه توفقنا حكومه وبرلمانا في اخراج القانون الاطار الخاص بالمنظومه الصحيه اللي قدمه السيد وزير الصحه وتصوت عليه الباح في البرلمان الكل مشكور مباشره بعد مصادقه المجلس الوزاري على مضامينه وعرفت اشغال مجلس الحكومه المنعقد الم... يعني الاسبوع المنصرم تدارس الحكومه لمشاريع القوانين الخمسه التطبيقيه للقانون الاطار للمنظومه الصحيه التي ستمكن من التنزيل الفعلي لاصلاح القطاع الصحي وفي الاخير نهنئ انفسنا بتوالي الاوراش الكبرى للاصلاحات القطاعيه التي فتحت فتحتها الحكومه هذا السنه حيث يقدم السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عرضا حول المخطط الوطني لتسريع تطوير منظومه التعليم العالي والبحث العلمي في افق 2030 والذي يكتسي بعدا استراتيجيا وطابعا عمليا صرفا باستناد لمخرجات جلسات الإنصات والمشاورات الشهوية وكذا جلسات حوار الحكومة مع النقابات الأكثر تمثيلية قطاعيا.